خلوني اخد معايا على التليفون بكل الترحيب النائب احمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا 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 يا سياده النائب. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. كل سنه وانت طيب بالعيد، وكل سنه وانت طيب ب 30/6، وكل سنه وانت طيب ب 3/7. كل سنه ومصر بخير، وكل سنه ومصر في كرامه، كل سنه ومصر في عزه يا رب. امين يا رب العالمين. سياده النائب هستاذنك، هنشيل الالقاب المتبادله وهقول لك احمد، وانت شاب رجل مصري عاش في مصر، كبر في مصر، اتربى، اتعلم، اشتغل. قبل 3/7، بعد 3/7، احمد مقلد شافها ازاي؟ قبل 3/7 مصر كانت في دوامه عظيمه. يعني انا بعتبر فتره حكم فوضى الاخوان، ما بحبش اقول ابدا نظام الاخوان، هي كانت فوضى. الدوله الوطنيه المصريه شافت أسوأ شكل من اشكال الاحتلال. دايما دولتنا بتبقى مهدده من الخارج، لكن ان تبقى دولتنا مهدده من الداخل وبهذا العمق في هويتها وفي رؤيتها وفي كل شيء متعلق بمستقبلها، مصر ما شافتش هذا التحدي قبل ذلك. مصر انقشعت عنها غمامة ضخمة يوم 3/7 بالحالة الوطنية اللي احنا شفناها. قيادات القوات المسلحة على رأسهم السيد الفقيه عبد الفتاح السيسي، قيادات الكنيسة الوطنية المصرية، قيادات الأزهر، قيادات العمل السياسي، هذا المشهد كان مشهد مهيب يدل على حالة من حالات الإجماع الوطني اللي احنا كلنا شفناها في هذا التوقيت، وانقشعت غمة ضخمة عن هذا الوطن. في الحقيقة يوم 3/7 هو يوم تاريخي مشهود للدولة الوطنية المصرية، ليها دلالة بوعي شعبي ضخم، وعي فطري، الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، الحفاظ على تلك الدولة. هذه الدولة بكل محدداتها ليست حفنة من التراب كما أرادها الإخوان المسلمين. صح. في الحقيقة النهاردة وإحنا بنحتفل بذكرى 30 يونيو وخطاب وحالة الإجماع الوطني في 3/7، بنقول إن إحنا بدأنا نرجع تاني على الطريق السليم. بنشوف دولة بتتبني، بنشوف جمهورية جديدة، بنشوف حلم حقيقي بيتحقق على الأرض، رغم التحديات الضخمة على المستوى الاقتصادي والمتغيرات العالمية وغيرها، إلا إن إحنا ثابتين في هذا الوقت وشايفين الدولة الوطنية المصرية إزاي بتتقدم للأمام، وإزاي انزاحت غمة ضخمة اسمها جماعة رجعية خدت الأدوات الإرهابية وحاولت تستولي على هذا الوطن بالدم وبالسلاح وبالترهيب وبكل أشكال العنف. النهاردة واقفين على أرض صلبة بسبب فداء رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وبسبب كفاح هذا الشعب اللي خرج، الأجداد والأبناء والأحفاد في شوارع مصر رافضين أي شكل من أشكال الهيمنة الإخوانية. لو ما كانتش 3/7 كان ممكن يحصل ايه؟ يعني لازم نرجع لكل نموذج حكم فيه الاسلاميين حوالينا. غزه 2007 انقسمت القضيه الفلسطينيه الى قضيتين، وانقسم الى قطاع غزه تمام من ناحيه والقطاع الاخر من ناحيه، واصبحت قضيتين. السودان اصبحت الجنوب السودان وشمال السودان. أي دولة حكم فيها تلك الجماعات الرجعية كان الانقسام هو المستقبل المحتوم لتلك الدول. شوف كل الآثار بتاعتهم في كل دولة حاولوا يوصلوا فيها للحكم وحاولوا يستولوا فيها على زمام الأمور، وخد بالك دايما كانوا يوصلوا للحكم بانتخابات، وبعد كده البلاد دي ما بتشوفش أي شكل من أشكال الانتخابات مرة أخرى. طبعا استحالة. في آخر مرة وصلوا فيها في فلسطين بالانتخابات، ما حصلتش انتخابات بعدها. وصلوا في السودان بالانتخابات، ما حصلتش انتخابات بعدها. وصلوا لكتير من الدول بهذا الشكل، حتى قبل مهلة ال 48 ساعة رفضوا أي نصيحة باستفتاء أو اللجوء إلى الديمقراطية حول استمرار رئيسهم من عدمه. الديمقراطية بالنسبة لهم وسيلة عمرها تمام ما كانت هي الغاية. طيب هنا هسأل بقى النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، أبرز نتيجة تراها من نتائج أدت أو يعني وصلنا إليها بسبب 3/7؟ أبرز
نتائج. أبرز نتائج 3-7 من وجهة نظرك، يعني أنا أشوف أنه قد يكون هناك مئات النتائج، فكل واحد فينا هيبقى له منظور. النائب أحمد مقلد هيشوف إيه؟ وجود دولة وطنية مصرية قادرة على مجابهة التحديات، قرارها من داخلها وأمنها القومي محفوظ ومصون. في مستقبل في الدولة دي، أصبح في شباب في كل مراكز قيادية داخل الدولة، وده كان جزء من خطاب 3-7 لما نرجع له. في محاولة لبناء هذا الوطن ومجابهة كل التحديات اللي بتواجهه. احنا دولة واحدة دلوقتي، ما اعتقدش ابدا لولا 3-7 كنا فضلنا في هذا الوطن الواحد. ربنا حفظنا بشكل كبير يوم 3-7، كان في قيادات وطنية مخلصة أدت واجبها بالرغم ان كان مواقعها القيادية حامياها في هذا الوقت، لكنهم قدموا نفسهم فداء لهذا الوطن، وانحياز كامل للشعب اللي خرج عن بكرة أبيه بكل مكوناته الثقافية والفكرية والاجتماعية، وحتى بكل أجياله، الأجداد والأبناء والأحفاد، احنا شفناهم كلنا في ثورة 30 يونيو. صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.